السلام عليكم، مرحبا بكم في درس التعداد. الحصة اليوم ان شاء الله غنتكلموا على المبدأ الأساسي للتعداد. اذا غنبداو بالخاصية ومن بعد غادي ندوزو الأمثلة التطبيقية. نعتبر تجربة تتطلب نتائجها باختيار. اذا كان الاختيار الاول يتم بان ا كيفية مختلفة، والاختيار الثاني يتم بان 2 كيفية مختلفة، والاختيار بي يتم بان بي كيفية مختلفة، فان عدد النتائج الممكنة هو الجداء ان ا في ان 2 حتى الان بي. اذا ناخذ واحد المثال. واحد، نريد كتابة عدد مكون من 3 ارقام مختلفة من بين الارقام التالية. اذا لدينا 5 اعداد، 1، 2، 3، 7، و9. إذا نحن نريد كتابة عدد مكون من 3 أرقام من هذه الأرقام. الأرقام يجب أن تكون مختلفة. السؤال يقول ما هو عدد الأعداد التي يمكن كتابتها؟ إذا شحال من عدد يمكن لي نكتبه باستعمال أعداد الأرقام 1، 2، 3، 7، و9؟ إذا الرقم ديالنا او العدد ديالنا مكون من 3 ارقام، غادي نسمي هذا ا1، هذا ا2، وهذا ا3، يعني وحدات عشرات مئات. غنبداو برقم المئات. اذا بالنسبه لنا حنا فرقم المئات خصني نختاره من بين 5 ارقام. اذا شحال عندي من امكانيه؟ يعني يمكن لي نختار 1، 2، 3، 7، أو 9، يعني عندنا 5 ديال الإمكانيات. من بعد غادي نشوفو الرقم الثاني اللي هو ا2. إذا حنا اختارينا رقم، يعني بقاو لينا 4 الأرقام. إذا شحال بقاو لينا ديال الإمكانيات؟ يعني 4. وآخر رقم اللي هو الوحدات غادي نختارو من بين الأرقام اللي مازال لي، لأن العدد لأن الأرقام خصهاش تعاود. اذا غيكون عندنا 3 ديال الامكانيات. اذا هذا هو الاختيار الاول. اذا عندنا واحد التجربه، هذه التجربه هي تكوين عدد من بين 5 اعداد. عندنا الاختيار الاول، وهذا الاختيار الثاني، وهذا الاختيار الثالث. اذا بتطبيق مبدا الجداء، فعدد النتائج الممكنه يعني عدد الأعداد التي يمكن تكوينها هي 5 × 4 × 3، يعني 20 × 3 اللي هي 60. إذا يمكن لي نكون 60 عدد. نشوفو دابا المثال الثاني. نرمي قطعة نقدية مرتين متتابعتين. إذا عندنا واحد القطعة نقدية كنرميوها مرتين متتابعتين، ما هو عدد النتائج الممكنة؟ إذا بالنسبة للقطعة النقدية فراه إما غيكون عندي البيل وإما غيجي عندي الفاس. هذه في الرمية الأولى، يعني الرمية 1. وفي الرمية الثانية يعني راه إما غيجي عندي بيل، هنا كنديرو شجرة الاختيارات باش نوضحو، وإما غيكون عندي بيل وإما فاس. نفس العملية هنا، يعني في الرمية الأولى غيكون بيل، وفي الرمية الثانية راه إما بيل وإما فاس. إذا هذه الرمية الأولى وهذه الرمية الثانية. إذا إلا طبقنا مبدأ الجودة في الرمية الأولى، شحال عندي من إمكانية؟ راه إما بيل إما فاس، يعني غيكون عندنا 2. في الرمية الثانية شحال عندي من إمكانية؟ إما بيل إما فاس، يعني 2. إذا الاختيار الأول مضروب في الاختيار الثاني، يعني عدد النتائج الممكنة هو 4. كذلك إلا حسبناهم من هنا راه غنلقى 4، راه غنلقى إما يعني بيل بيل أو بيل فاس أو فاس بيل أو فاس فاس. إذن هادو هما 4 النتائج الممكنة.